السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لنتابع سويا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا بالأسواق الخليجية. السعودية 2% ارتفاعا بواقع 155 نقطة بعدما كانت تتلون باللون الأحمر. أما في قطر فقد قلصت خسائرها التي جاوزت 3.5% تقريبا لتعاود وتتراجع إلى 2.3% انخفاضا بواقع 208 نقاط قبل الإغلاق مع إغلاق اليوم بعد دقيقتين من الإغلاق. إذن نتحدث عن 2.3% أغلق المؤشر القطري تعاملات اليوم. في الكويت وإغلاق اليوم أيضا 22% انخفاضا بواقع 150 نقطة. أما أبو ظبي فقد استقرت في المنطقة الخضراء ب 14%، فيما كان اللون الأحمر من نصيب دبي ب 13% تقريبا. أما سلطنة عمان فقد قلصت خسائرها هي الأخرى ب 0.03% بأقل من النقطتين. الأسواق العربية الأخرى، القاهرة لازال الارتفاع هو سيد الموقف ب 19% بواقع 122 نقطة. في الأردن انخفاض ب 0.08%، بيروت ارتفاع ب 14%، أما الدار البيضاء ف 13% في المنطقة الحمراء. أما الأسواق العالمية مشاهدينا الكرام وأسعار النفط والعملات والمعادن فهذا ما سنتعرف عليه في هذا العرض. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد أحمد عقل المحلل المالي، أهلا بك. نتوقف أولا مع البورصة القطرية، انخفاض ب 2.3%، هبوط دون 9000 مرة أخرى بعدما كان الحال في آخر جلسات 9030 نقطة. ما الذي حدث؟ يعني اليوم مع هذه الظروف الجيوسياسية ومع التوقعات بما سيحدث بهذه الأيام، أعتقد أنه كان في عملية ضغط نوعا ما بيعي. خلال الجلسة شفنا مستويات منخفضة، شفنا 8670، مع الفترة الخمسة دقائق الأخيرة شهدنا دخول شرائي قوي، عاد بالمؤشر من 350 نقطة انخفاض إلى 208 انخفاض، معدلا بذلك المستويات للإغلاق فوق
نقطة الدعم 8800. بشكل عام هذه الفترة فترة ضغوط ومتغيرات اقتصادية جيوسياسية، فعم نشوف نوعا ما بعض الضغوطات على أسواق المنطقة بشكل عام. الكويت أيضا 22%، صحيح، يعني حتى أسواق المنطقة عم نشوف، ما بدنا ناخد يوم واحد، إذا نحن بناخد الأسبوع الأخير أو عدة أيام بنشوف أنه كثير من أسواق المنطقة عم تتعرض لانخفاضات الأسعار اللي عم توصلها، يعني خلينا نقول أسعار بعض الأسهم بمعظم أسواق المنطقة عم تكون مغرية بعض الأحيان، وبالتالي عم نشوف دخول وارتفاع بأيام أخرى، ولكن هذا التذبذب هو ناتج من عدم الوضوح الكامل للرؤية وللظروف المحيطة بشكل عام. وهيدي هذا موضوع ليس مختص ببورصة قطر أو بجميع أسواق المنطقة بشكل عام، هذه الفترة عم نشوف هذه الضغوطات موجودة بشكل عام. طيب إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الضغوطات، لا سيما أن هناك بورصات أخرى تتلون بالأخضر، السعودية 2% ارتفاعا، أبو ظبي يعني أيضا في المنطقة الخضراء، لكن دبي منخفضة. يعني هو خلينا نأخذ أولا الأسعار التي وصلت لها الأسهم، إذا بدنا نأخذ ببورصة قطر الكثير منها أصبح استثماري من الدرجة الأولى، مغري جدا للشراء للفترة الاستثمارية. بعض المضاربين وبعض المستثمرين يفضلون الانتظار حتى اتضاح الرؤية، البعض الآخر يفضل الدخول بهذه الأسعار. أعتقد أنه مع الظروف المحيطة يعني ننتظر ما سيحدث باليومين القادمين، كلام عن يعني خلينا نقول بعض تغيرات وبعض أمور اقتصادية جديدة قد تحدث، ولكن بشكل عام أعتقد لن نبتعد كثيرا عن الأسعار الحالية. نحن الآن عند مستويات، اليوم كنا أقل مستوى بال 2017 8670، مستوى لم نشهده منذ سنوات، نقاط دعم مهمة، وأيضا أسعار أسهم يعني أصبحت مغرية جدا للاستثمار. طيب تخارج أو بيع مؤسسات استثمارية خليجية لمؤسساتها أو لسهمها في البورصة القطرية منذ الأزمة حتى الآن نتحدث عن 800 مليون ريال، هل هذا رقم كبير أم أنه يعني يأتي يعني في إطار طبيعي؟ يعني نحن إذا بدنا ناخده بالنسبة للمستثمرين الخليجيين نفسهم هو رقم كبير، لأنه نسبة استثماراتهم بالبورصة هو رقم نسبة كبيرة من هذه النسبة. إذا بدنا ناخده بالنسبة لرسملة البورصة، خلينا نقول البورصة كانت حوالي 489 مليار، هذه القيمة السوقية يعني رسملة البورصة، وبالتالي المليار يعني لا وصلت لأكثر من 550 مليار ريال، كانت بمستويات أكثر. نحن عم نقول الآن يعني حتى جلسة الأمس أو حتى ابتداء جلسة اليوم كانت 489، اليوم بعض الانخفاض طرأ. إذا بدي أخذ المليار على آخر قيمة، هي عند بداية شهر 6 كانت حوالي 532 أو 535 مليار تقريبا، فنحن عم نحكي نسبة لا تشكل ربع بالمية تقريبا، يعني ربع بالمية فإذا النسبة منخفضة نوعا ما مع حجم البورصة، ولكن بالنهاية هي مؤثرة، لأن هذه الأموال هي أموال يعني عم تتحرك، عم تقوم بالبيع بمرة واحدة. فبكل الأحوال أعتقد أنه هذه النسبة غير كبيرة، وخاصة بعد عملية البيع الأخيرة، يعني ما بقي من نسبة تملك للخليجيين وللأجانب بشكل عام كانت عم تقل خلال هذه الفترة. ابقى معنا مشاهدينا الكرام، نذكركم دائما بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. فاصل قصير بعده نستكمل بقية الفقرات. كل قرار اتخذ تمت حسابته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة، كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. مجموعة الوحدة الطبية، ابتسامتك عنا أحلى.
أهلا بكم مجددا مشاهدين. أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه تفرض المملكة رسوما كبيرة على المقيمين ومرافقيهم، فضلا عن فرض ضرائب على السعوديين لزيادة إيرادات المملكة مع مطلع العام المقبل. نتابع مشاهدين الكرام مزيدا من التفاصيل حول الاقتصاد السعودي في تقارير دولية رصدت مؤخرا. ومشاهدينا الكرام شاركونا بآرائكم، ما رأيكم في إمعان، أو هل ترون أن هناك إمعان من قبل حكومات عربية للجوء لجيوب المواطنين برفع الأسعار وتقليص الدعم لسد عجز الموازنة؟ ولو كنتم مسؤولين ما هي مقترحاتكم لمعالجة ذلك العجز؟ بعد الفاصل مباشرة نستعرض التعليقات. نبدأ مشاهدينا الكرام من تويتر، وهذا الحساب يغرد قائلا: أقيل المستشارين من مناصبهم، أقيل القضاء الذين تعدوا سن الستين، أدمج بعض الوزارات التي تتصارع فيما بينها. مفيدة تقول على تويتر: الحل الوحيد فتح استثمارات عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة بأقل تكلفة، خصوصا في مجال الزراعة، للنهوض بالاقتصاد وتعزيز المستقبل بالمنتجات الصناعية. يعني هون دائما بدنا نفكر أنه ميزانية أي دولة هي عبارة عن إيرادات ومصروفات. إذا في عنا أي عجز بأي موازنة يجب البحث عن إما تخفيض المصاريف أو رفع الإيرادات، أو كلاهما أو كلاهما لا شك يعني. ولكن دائما تخفيض المصاريف هو الحل، يعني إذا بدك الأسوأ، لأنه دائما تخفيض التكاليف بيعطي بعض الانكماش نوعا ما لما نحن بدي أقلل المصروف. فإذا مفروض أنه الفكرة الأفضل تكون هي البحث عن إيرادات جديدة. هذه من أهم المجالات، لأنه الزراعة هي منتج
يدخل أموال إلى الموازنة يعني منتج من الأرض ونفس الشيء الصناعات الزراعة والصناعة من أهم إيرادات التي يمكن الاعتماد عليها. لا يوجد عجز بالموازنة، يوجد. حمودي يقول سرقة نعم، فساد نعم، ولكن الأهم إشغال شعوب الأمة بتوفير قوتها بعيدا عن أي تضامن وترابط بينها أو بينها ولإبعادهم عن مشهد السياسة. حساب آخر لحاتم، معادلة صعبة والكلام الشفوي لا فائدة منه، وكل حالة لها ظروفها والمناخ المحيط بها هل يسمح بالعمل بشكل متوازي في كل الاتجاهات يعني أم لا؟ مهم جدا بهذا التعليق موضوع أنه لكل حالة لها ظروفها، لأنه كل دولة وكل موازنة لها نقاط قوة ونقاط ضعف، يجب العمل على نقاط الضعف لتقويتها ولحل مشاكل بكل موازنة. نحن دائما يعني بمجال الاقتصاد بنقول ما عندنا مريض، في عندنا ما عندنا مرض، في عندنا مريض، وبالتالي كل حالة ما فينا نعمم، كل حالة لها ظروفها وأسبابها. صحيح. تأجير أي مرافق أو منافع أو موانئ لعبده أو أي خدمات تحتاجها الدول مقابل دعم مادي كبير يعوضني عن رفع المعيشة عن أغلب شعبي الفقير. سامي، أول حاجة نديرها نزيد ضرائب على الأغنياء ونهبط من أجر المسؤولين ونقلص أجري إلى أدنى أجر، ونحاول نشجع المستثمرين مقابل تشغيل الفقراء وتعليم الشباب وإنشاء بطاقة خاصة للفقراء وبنك خاص للمحتاجين لتقديم قروض للزراعة وكل أنواع المشاريع التي لها مردود اقتصادي. إذن كانت هذه عينة من التعليقات. نشكر متابعينا على فيسبوك وتويتر، ونشكرك سيد أحمد عقل المحلل المالي لوجودك معنا. الشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام، في الغد بإذن الله تغطية جديدة عبر شاشاتكم الجزيرة المباشر. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله. الثقة والابتكار.